فبعد أسبوع من إرسال إيران تعديلاتها على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم تؤكد أمريكا أنها أرسلت ردها. الخارجية الإيرانية تؤكد أنها تسلمت الرد، وجميع المؤشرات تدل على أن الاتفاق النهائي اقترب من أمتاره الأخيرة. أمريكا تؤكد في أكثر من مناسبة أنها لم تقدم تنازلات، بل وجعلت إيران تتراجع عن مطالبها غير المنطقية. وإيران كذلك تعتبر أنها ستنجح في تحقيق أهدافها، وتقول إن بايدن بدأ في إعداد الرأي العام الأمريكي للاتفاق. إسرائيل التي تراقب المشهد بقلق بدأت بحملة مكثفة لمنع إنهاء الاتفاق، حيث تعتبر أن هذا الأخير لن يضمن تخلص إيران من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ما يسمح لطهران بإعادة تشغيلها إذا أرادت ذلك. الرد الأخير على المقترح النهائي في واشنطن، حيث تتوجه الأنظار لمعرفة الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، فيما أكد مراسل العربية أن الأوروبيين يجرون اتصالات مع أطراف الاتفاق النووي لعقد جولة محادثات جديدة في فيينا. مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد للعربية أن الاتفاق مع إيران لن يمنع واشنطن من محاسبتها على أنشطتها الإرهابية، كما يحتم على إيران الاستجابة لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يوم الاثنين أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نات برايس إلى أن بعض المسائل العالقة مع إيران ينبغي النظر فيها، وشدد برايس على أن الرئيس جو بايدن لن يقبل إلا اتفاقا يتماشى مع الأمن القومي الأمريكي. مصادر العربية أكدت أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هو من يدرس الملاحظات الأمريكية على الاتفاق حاليا، وإذا أقر الاتفاق فسيتم الإعلان عنه في سبتمبر. إيران وبعدما أرسلت ردها للوسيط الأوروبي، قال رئيس منظمتها للطاقة الذرية محمد إسلام اليوم إن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. إيران تصر على أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا إذا تخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اتهاماتها بشأن أنشطة طهران النووية. چارچوب توافق برجام برای همون فرایندهایی که برای محدودیت هسته‌ای هست رو که قبلا پذیرفتیم به اون پایبندیم. برگردن به برجام، آنچه که در برجام تفاهم شده بوده و تعهد طرفین متعاهد بوده ما به همون پایبندیم. نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه اضافه تر.